الوزارة لم تمنع الفاف من عقد اجتماع مكتب فيدرالي، والمكتب الفيدرالي اليوم هو اللي تهرب المسؤولية تاعو. خلينا نتكلم معك شيخ. المكتب الفيدرالي هدرنا عليها على الارتيكل 42 هدرنا عليها شيخ. من حق الوزارة بس كسلطة وصية تمنعك انك تدير اجتماع لانه الكوفيد 19 اوكي، لكن خلينا الاحزاب اللي داروا صلي على النبي ما تبداش شوف صلي على النبي صلي على النبي. الحزب التحرير الوطني دار الكونغري تاعو اساس دار الكونغري تاعو الان دي دار الكونغري تاعو بركونا بركونا من الخرطين انا مار من التشتي لا 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 نو انا مار من التشتي من حقك سلطه وصيه ما تقولش دوك السلطه الوصيه لا في انا مار من التشتي داروا اسومبلي جينيرال يا دي من حق محليه اسمح لي خليني نكمل لك خليني نكمل لك من حقه من حقه يمنع جمال كل واحد في قطاعه يتحمل مسؤوليته كل واحد في قطاعه لا لا ماشي ما قطاع هذا سي با سي با دون سون ريسورس لو سون دو مينيستر لا سونتي لا لا من حقه من حقه هو لا لا كسلطه وصيه من حقه مينيستر لا سونتي هو با اسيتي الوزاره لانه لا 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 انا لا سونتي الوزاره انا انا نسيت على مسؤوليتي يقول خاطي يا شيخ دخلت نتكلم معك 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 نت